خلينا نروح بالحديث برضو عن الدراسات، لأنه بنحاول نجيب لحضراتكم الدراسات المهمة قوي اللي بتفرق بشكل مباشر مع حياتنا. في ناس ما تعرفش تشرب الحاجة السخنة إلا وهي سخنة، بمعنى سخنة جدا، يعني لازم تكون بتطلع دخان، ويقول لك أنا ما أعرفش أحس إن أنا مبسوط غير كده. الحقيقة أنه هذه الدرجة المفرطة من السخونة بعض الدراسات بتؤكد، أنه قد تصيب، قد تزيد من نسب الإصابة بالسرطان لو كانت سخنة جدا هذه المشروبات، وتتشرب طبعا بدرجة كبيرة جدا، لدرجة أنه موقع زي ديلي ميل البريطاني كاتب بمقالة بيقول فيها أنه العلماء بيعتقد أنه السبب في ذلك هو أنه السوائل الساخنة دي بتلحق الضرر بأنسجة المريء اللي هي بتسمى يعني بأنبوب الطعام، الأنسجة دي، وبالتالي في أنه ينصح أنه ننتظر قليلا حتى تبرد المشروبات الساخنة إلى درجة ما ثم يتم تناولها. الكلام ده شاي، قهوة، أي نوع، أي مشروب من المشروبات الساخنة. لازم نعرف حقيقة هذه الدراسة، لأنه يعني أغلبنا 3/4 الوقت قاعد بيشرب في حاجات سخنة، وفي مننا كتير الحقيقة بيفضلها فعلا ساخنة جدا. خلونا نعرف مدى صحة ودقة هذه الدراسة مع الدكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، معنا هاتفين. يا صباح الخير يا دكتور. صباح النور، يا أهلا يا منى. يا أهلا، زي حضرتك يا دكتور. ربنا يبارك فيك، الحمد لله. الدراسة دي مش أول مرة تطلع، وكل فترة كده بتطلع دراسة شبيهة شوية وتقول لك احذروا المشروبات الساخنة جدا. قول لنا يا دكتور حضرتك إيه مدى تأثير المشروبات، قبل ما نتكلم عن صحة هذه الدراسة بصفة عامة، المشروبات اللي سخنة قوي اللي هي بنار يعني دي، هل فعلا في خطورة عليها، على المريء، البلعوم، المعدة، جدار المعدة، وده طبعا تخصص حضرتك يعني، ولا لا؟ في حاجة اسمها thermal injury، يعني الإصابة الحرارية، دي ممكن تحصل في اللسان، ممكن تحصل في البلعوم، ممكن تحصل في المريء، ممكن تحصل في المعدة، وده نادرا جدا. لكن مع استمرار ما يطلق عليه بالthermal injury، الإصابة الحرارية أو أكل الشطة، ده ممكن على المدى البعيد يؤدي إلى التهاب مزمن، ده نظريا، وقد يؤدي إلى فكرة السرطان. دي نظرية قديمة من الخمسينات من القرن الماضي، وكل فترة يعني كليفلاند كلينيك اتكلمت عليها في كذا يعني، وميديكال اكسبرس برضو اتكلم عنها قريب من شهر او حاجة، كل هذا الكلام بالفعل بيتكلموا على هذا الموضوع على فترات طويلة. لكن انا احب اؤكد للناس حاجة في غاية الغرابة، القهوة أفضل مانع سرطان في التاريخ، أفضل مانع أكسدة في التاريخ لاحتوائه على البوليفينولز والفلافينويد. نبات القهوة بشكل عام، حتى لو خدناه يعني مفيش حد، من الصعب إن احنا نصل لفكرة الثيرمال انجري اللي هي الإصابة الحرارية. القهوة بتقلل فرصة سرطان اللسان والبلعوم والمريء وسرطان المعدة. القهوة بتمنع سرطان الكبد، وهذا الكلام على مسؤوليتي، بتقلل فرصة حدوث الزوائد القولونية، كما إنها بتمنع الذبحة الصدرية، وهذا الكلام على مسؤوليتي. إذا كنا بنتكلم كثير من الناس في يعني ضد القهوة، ولكن الحقيقة هو اللي ما بيشربش لا القهوة. هو دكتور محمد، أنا عارفة دكتور محمد منيسي معروف دايما أنه حضرتك من أكتر الناس اللي بتدعم شرب القهوة لفوائدها الكتيرة، أنا عارفة، وأنها أحسن أنتي أوكسيدنت أو من أحسن الأنتي أوكسيدنت في العالم. إحنا الموضوع اللي بناخد رأي حضرتك فيه عن نشربها بقى القهوة سخنة قوي، هي أو الشاي أو اليانسون أو غيره، درجة السخونة هل فعلا ممكن تعمل مشاكل كتيرة في المريء والجدار المعدة المؤكد ان اي حاجة اسمها اصابة حرارية thermal injury المتكرر او اي حاجة هتعمل لنا التهاب مزمن نظريا قد تؤدي الى تحور خلايا ويؤدي الى السرطان نظريا، نظري، نتائجه غير مؤكدة. لكن يعني الدخان اكثر صعوبة، التدخين المباشر هو ده اللي فيه خطورة. الشطة بشكل عام رغم ان قليل من الشطة بيقلل فرصة حدوث الكانسر الحقيقة، وبيزود الاندورفينز والانكافالينز في الجسم. فاحنا عندنا يعني الشيء وضده في كثير من الدراسات،
لكن من المؤكد ان الاغذيه اللي هي غنيه بالبوليفينولز والفلافينولز هي انتي كانسر، منها الشاي والقهوه. لكن اي حاجه بتعمل لنا ثيرمال انجري زي التدخين، لو احنا بنشرب حاجات التدخين المباشر، الاصابه الحراريه، التدخين، الاكل السبايسي او المشطشط الحراق، وشرب اي حاجه سخنه قوي، كل دي حاجات ممكن تضر بالمريء والجهاز الهضمي. اي حاجه بتعمل اصابه متكرره حراريه او اريتيشن مزمن، يعني تهيج مزمن بالظبط، ده قد يؤدي الى الكانسر. طيب نظريا سؤال اخير يا دكتور، بمناسبه يعني مشاهد القهوه اللي عماله بتتصب كده واحنا بنكلم حضرتك على الهواء دلوقتي، وبمناسبه كمان انه حضرتك من اكثر يعني اللي بيدعموا فوائد القهوه، لما بنقول كلمه فوائد القهوه بنتكلم على انهي نوع قهوه؟ البن بتاعنا، البن التركي بتاعنا ده، ولا القهاوي اللي هي النسكافيه والحبوب؟ كلما كانت حبوب القهوة، احنا بنتكلم بشكل عام، اذا كنا بنتكلم على القهوة فاحنا بنتكلم على حبوب القهوة، بنتكلم على البقول كمان بشكل عام، القهوة جزء من البقول. فوائد القهوة تأتي من البوليفينولز والفلافينولز، كثير من البقول تتشارك مع القهوة في هذا الأمر. وكلما كانت القهوة بدائية لم يتم طهيها، كلما كانت أفضل، فالقهوة الأمريكاني والإسبريسو افضل بكثير من القهوه التركي اللي هو تم تحميص البن اكثر من مره وغليه، فكلما تعرضت الى الحراره كلما فقدت البوليفينولز والفلافينولز. نبات الشاي ايضا مفيد بهذا، له نفس الفوائد. لو هنيجي نتكلم برضه اللي ليهم نفس الفوائد، يعني زي القهوه، بس الناس كلها مش هتاكل توت، الناس بتشرب شاي وقهوه. صحيح. قهوه صحيح. اغنى من الشاي بالبوليفينولز والفلافينولز. صحيح. ونتمنى، اعتقد يا دكتور ان هم استخلصوه في اقراص دلوقتي، في اللي هي الماده اللي حضرتك قلت عليها دي، اعتقد بره موجوده في اقراص، ده للناس اللي ما هياش بتحب قوي الكافيين تشربه يعني، لكن عايزه تاخد فوائده فبياخدوها في اقراص. بس هو يعني في النهايه برضو ما فيش احلى من فنجان شوت اسبريسو كده، دبل اسبريسو، او كوبايه فنجان قهوه، يعني الواحد يستمتع بيها برضو، مش ياخدها في اقراص. شكرا ليك. شكرا. شكرا ليك الدكتور محمد منيسي، استاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني.